صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم خفيفة بعض الشيء، خفيفة بضيوفها، خفيفة بمواضيعها، نحاول شوي نلطف الأجواء مع ضيوفنا ومحللينا. نرحب فيهم على اليمين المدرب الوطني واللاعب السابق كابتن محمد كرم، بجانبه أيضا اللاعب السابق اللي مبارك له بالشهر أول إطلالة معانا كابتن فايز فليج، وعلى اليسار ايضا اللاعب السابق والمدرب الوطني ايضا مبارك له بالشهر واول اطلاله له معانا بالبرنامج كابتن راشد الديح، وبجانبه ضيفنا اليوم راح نمزج الحلقه ما بين الحديث عن الطيران كونه كابتن طيار وعن تجربته ايضا كلاعب سابق في نادي الجهره، ونشكره على تلبيه الدعوه اخوي سعود الغملاس، وايضا ابارك له بالشهر. وخل اشكر اخوي هيثم الجنديل صراحه، هو اللي وصلني باخوي سعود. طبعا هيثم لاعب نادي الكويت سابقا ورجل رياضي، فاكيد علاقاته طيبه مع الرياضيين في الخطوط الجويه الكويتيه اللي نشكرهم ايضا. انا يمكن امون على اخوي ابو جابر علي المري الكابتن الكبير والعزيز، وايضا امين السر المساعد في اللجنه الاولمبيه الكويتيه، اللي ايضا نشكر الاخوان في الاداره السماح لي اخونا ابو عبد العزيز يكون معانا في هذه الحلقه. فحياكم الله يا اخوان، حياك الله يا ابو تركي، حياك الله يا ابو سالم، يا ابو عبد العزيز الساعه المباركه. الحين هو نسيبك ولا انت نسيب ابو تركي؟ لا هو نسيب، انا خال عياله. هو خال؟ انا خال عياله. انت خال عياله؟ عشان انت خال عياله قط صب البحر. هو ما خذت الحيه، هو ما خذت، هو ما خذت. والنعم والله. اي والله النعم والله، والنعم والنعم. اعطيته رجل مع الكلمه، مالك زوج اخو كبير ونسيب. يكفي انه عرباوي بعد. طيب شنو عرباوي؟ الله يرحم ابو فاضل والدي. الحين لما اعطيته اختك كان عرباوي ولا فحلاوي؟ لا عرباوي. كان مكتب العربي. ايه عرباوي. اي شفت يوم عطوه كان مكتب العربي، لو كان بالفحيل يمكن ما يعطوه. اللي حاب يشاركنا الحديث اليوم في هذا الموضوع سواء الطيران او الجهره، هذه ارقام هواتفنا، ان شاء الله نحاول ناخذ بعض الاتصالات. خليني اشكر اليوم الاخوان، يعني في احنا دائما الحمد لله نعتز ان في الكويت في كثير من شركات المياه اللي تحرص ان تكون المياه يعني على اعلى مستوى من الامان ومن ايضا الصحه. اليوم وصل لنا الماي الجميل ميو، ماي مميز ولون ايضا مميز والشكل ايضا مميز. كثر الله خيركم، ويعني أمانة الإخوان من زمان كانوا حابين يزودوننا في الماي، لكن كانت ظروفنا يمكن ميوة اسمه ميوة؟ أنا عبالي ميوة والله. اسم غريب صراحة واسم جميل واسم رياضي، فمشكورين وكثر الله خيركم، ونتمنى إن شاء الله دائما نكون يعني في تعاون بيننا وبينكم، سعداء بهذا التعاون. أيضا قبل لا أبدأ خل أبارك اليوم انطلاقة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وما في شك اليوم احنا سعداء نشوف الإخوان في المملكة العربية السعودية قاعد يستضيفون مجموعات غرب آسيا، كل المجموعات في المملكة قاعد يستضيفون هذه الفرق بهؤلاء النجوم في أجواء رمضانية جميلة في ملاعب جميلة. اليوم تشوف مباراة الغرافة في ملعب جميل، تشوف شباب أهلي دبي في ملعب جميل، تشوف تعاون الدحيل في ملعب جميل، يعني كل الملاعب تحس انه فعلا يعني دوله قادره على استضافه مثل هذه الاحداث. وانا اشوف البطوله يعني حس في خاطري صراحه، يعني اليوم السعوديه تستضيف مثل هذه الاحداث، قطر تستضيف كاس العالم عن قريب، الامارات استضافت كاس العالم للانديه، الا احنا بس نطالع ونشوف دولنا الخليجيه قاعد تستضيف. عموما مشكورين الاخوان في المملكه على استضافتهم مثل هذه البطوله. شكرا مرة أخرى للاتحاد الآسيوي اللي خلانا اليوم نشوف ونستمتع في مثل هذه المباريات. خلا أبارك للتعاون وسكري القصيم، الفريق العربي الوحيد اللي حقق الانتصار اليوم، الغرافة تعادل وأيضا شباب أهلي دبي تعادل، لكن التعاون فاز على الدحيل. أقول هار لك لإخواننا وشقانا أيضا في الدحيل القطري، وقلت لك لفريق التعاون السعودي، وقلت لك لجماهيره، وقلت لك لاهالي القصيم ما في شك
بداية مشرفة وموفقة لفريق التعاون. خلونا نبدأ مع ضيفنا، ايش رايكم نتذكر بس معاه بعض الأهداف عندنا؟ يمكن ما عندنا للأسف يمكن وقته ما طول في الملاعب كثيرا، راح نتكلم عن هذا الموضوع، لكن خل أذكركم بهدف هدفين لكابتن سعود الغملاس وبعدها سنعود. كرة ملعوبة للجهرة وسعاد الوليد، الله توه نازل، ما سخن سخن بالجول، سخن بالجول. يقول شلون اسخن بالجول؟ تسجيل هدف حلو، جول حلو من الجهر، اللاعب طبعا اللي لعب في الشوط الثاني فينيسيوس البرازيلي. يمر وشكله بيشوت، شايت سهله، تضرب والمحاوله بالجول. يطالبون بخطا نادي الكويت، حكم مباراه مشعل سعود يقول لا ما فيها اي شيء، ويسجل سعود الغملاس. سلامات لحارس المرمى، شايف حقيقه بدل فيها البرازيلي فينيسيوس، والمتابعه واخيرا غملاس، سعود الغملاس يسجل هدف الجهره لتصبح النتيجه 3-1. يعني هدفين نذكر فيهم المشاهدين بضيفنا اليوم. فيك شبه من عمر السوم ابو عبد العزيز. ونعم تشرف لي عمر السوم. صح ابو سعد؟ لاعب كبير. مو شبه في ملامح عمر السوم. كرأس حربة يعني، كطول ما شاء الله يعني. رغم تسعة. ايه. هو جسم سعود يعني شين، يا طيار يا لاعب. يعني ما يصير شيء. ما يصير شيء ثاني. أبو تركي يا طيار يا لاعب. بس الهدف هذا الثاني اللي شفناه كنا فاول ابو علي، ها ده هو ماله شغل، والله ماله شغل، ماله شغل، حادث هذا، منو هذا مشعل اسعوسي كان حكم، صب عليه بالخير. بتركي لو في فار يمكن لا فاول، هذا فاول لو حادث بس في حكم، حكم يمه هو اللي صفر، انا العب على صفاره زي من الحارس قام والله مسكين. الحين سعود ماكو لعب شيء يعني كذي، وقت فاضي كذي صعبه مع الدوام. لا ادري يعني وقت تكون فاضي ماكو ممكن يعني لا تلعب رياضه. نعم يعني زين سويت رحت طيران، لان الرياضه ضيق خلق عندنا الحين. هذا صح كلامك، اي والله الرياضه ضيق الخلق، فصرت طيار احسن لك مستقبل. بس انا قصدي يعني لا تخلي الرياضه يعني تحافظ عليها. وعلي الحين مشكله كبيره انك تتكلم ولي امر علشان ولده، ود يعني انا وايد اشوف لاعبين بالمدارس يعني ايام قبل كورونا طبعا، لما تكلم الابو تقول له ترى ولدك لاعب زين نوديه النادي، يعني يرد عليك الابو على طول يا معود خله حق شو تسوي له الكره، شو تبي تعطي الكره يعني الان، خله جاب له دروسه. نعم خله جاب له، والله بالضبط خله جاب له، صحيح المستقبل. اي نعم وهذا من حقهم يعني، من حق انه والله تبي الصج يا عود، ان المفروض مو كذي، المفروض واحد يجمع بين الاثنين. صحيح. يعني هم رياضه وهم هذا، ليش شيء ترى كره يعني المدى. يعني انت يعني لازم تلعب كره، لازم تكون جاهل مو مدارس، ليش ما تصير لاعب كره وتصير جامعي وتصير دار يعني. الله يرحمه سيد سعيد وجاسم يعقوب خذ الجامعه، خذ كانوا لاعبين، بس هالوقت هذا اللي كره القدم تحتاج الاذكياء ابو علي. ها؟ كره القدم تحتاج الاذكياء. يعني اذا عندك لاعب ذكي تلقاه ذكي بالدراسه وذكي بكره القدم. صدقني يعني والله في ترى في والله يا جماعه يعني ابو سعود، تلقى لاعب مميز ولاعب ثاني ما هو مميز، ساله بالرياضيات ما يعرف شيء. نعم والله العظيم ما يعرف شيء. اللاعب المميز يعني ترى خاصة بالرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، المواد العلمية، لما تسأل واحد إذا هو لاعب زين طبعا. نعم. إذا هو لاعب زين يعني مو يكون شاطر بس ما يعرف لا بالكرة، لا إذا هو لاعب زين لو تسأله بالرياضيات بلوى تلقى. مو شرط لا قاعد أقول لك الحبيب، تحتاج الأذكياء. أنا أقرب مثال
وتسلم الرياضيات وتسلم فيزياء يلعب كاس عالم حصتين لا لا ممكن ما حصتين احبهم اول الالعاب والدين الحين الحين تربيه ودين الالعاب والدين الالعاب لا وش اسمه الرسم رسم رسم اللي احسن شيء رسم رسم خليه قاعدين باقي شيء طيب سعود متى بديت او دخلت نادي الجهره؟ بديت المراحل السنيه تحت كم عمرك كان؟ يمكن 14 سنه. وصلت للفريق الاول؟ وصلت للفريق الاول طبعا بينها وقفت مده سنتين او ثلاث سنين مده دراسي. نعم. فوقفت يمكن 17 سنه او 16 سنه وقفت رحت درست ثلاث سنين او سنتين ورجعت مره ثانيه كملت بالفريق الاول وقتها. وبعدين؟ بعدين انت عارف طبيعه الدوام كطيار صعب انك تقدر توفق بالتمرين تكون موجود دائما. يعني تطلع لك مرات رحله ولا شيء تقعد لك يومين ثلاثه برا البيت فلما ترجع تمر لك يومين ثلاثه بالاسبوع ما يكون كافي فكان يؤدي ان احضر واوقف ارجع واوقف بسبب اصابات بسبب ظروف عمل فما كانت بسيطه انك توفق بين الثنتين يعني خلينا نقول اختيارك للطيران هوايه ولا اي والله هوايه هواية. هوايه من قبل اصير هوايه كره القدم يعني كان الطيران هوايه قبل كره ما يعني لما لعبت كره قدم ما فضلت انك تكمل مثلا بدون ما والله لا لا الامانه لا كنت اشوف انه مستقبلي وضمان الحياه اهم من اني العب رياضه خاصه بالوضع اللي انت عارفه نعم ما ياك وقتها لما كنت في الجهره عرض تروح نادي والله بلا وصل بس وقتها كان فريقنا مميز يعني وكان في افكار انه شلون تحافظ على هذا الفريق اللي كان ماخذ ثلاث بطولات ورا بعض كنا وقتها ما شاء الله بالمراحل السنيه بالمراحل السنيه اللاعبين هذا اللي معانا عادل حمود اللي شهره يعني حمد العنزي جيل حمد العنزي بالقادسيه كان حمد العنزي تحت 14 اي لان حمد ديان احنا النادي عندنا وانا اللي مسجله بيدي كان تحت 12 اي انا تحت 14 ولحقت عليهم ثاني قصدك غزه من جيله جيل ابو وعلي الفريق اللي برزوا بعدين اللي برزوا بعدين عندك عادل حمود الشمري لعب الدوري القطري والقادسيه محمد سعد يمكن محمد سعد العجمي محمد سعد انا تحت 19 انا متاخر شوي هذا اللي كانوا اللي بقوا من الفريق على ما وصلنا الفريق الاول اللي راح دار الشرف مستقبل نعم لان انت تعرف نعم يعني هذه الجزئيه ابو علي شلون نقدر يعني شلون نقدر نغيرها مع لاعبين يعني اليوم انا اذكر في جيل مع اخوي علي الديحاني كان مدير منتخب الصغار ما ادري ما اذكر والله كم الاعمار لكن 15 هل 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 هالمحاري يعني بعد اربع خمس سنين سالته وين هالجيل اللي كان معك قال كل اللي راح كلية الشرطة اللي راح درس برا في لندن اللي راح درس برا في أمريكا اللي فشون نحافظ على هالجيل هذه المشكلة أبو علي وليش يعث كلية الشرطة ولا كلية عسكرية يمكن نقول سعود إن علبون طيران يمكن لازم برا ولازم يسافر حتى في شباب راحوا برا لندن وأمريكا إيه بس أدري بس ليش هني مثل كلية العسكرية ولا ولا كلية الشرطة ولا هل تخرب على هالشيء يا أخي نسق لازم في تنسيق ولا هذا حتى المسؤولين عن الرياضة إحنا ما عندنا نقول بس الاتحاد الحين القدم يقول أنتم كل شيء الاتحاد القدم لا قول لي مسؤولين عن الرياضة لازم يكون في عندهم مثل تنسيق وانسجام بهالأمور هذه بين هالشغلة وهالشغلة ليش أخلي اللاعب إنه بس والله إنه مثل ما قال بسالم ولا الأمر فعلا الحين ما يوافق إنه والله ولده يروح هاي يقول لك خله ليش ما نخليها هني متفوق بالكرة بالرياضة متفوق في مجال عمله ومجال شغله على الاستمرارية الاستمرار يقول عنها مسعود مسعود ليش الفريق يستمر تحت 17 تحت 18 بعدين يختفي خاصة نشوف يمكن أبو سالم يدري وكان مدرب في مراحل سنية أفضل ناس أفضل مناطق ويلعبون مراحل سنية على مستوى عالي يأخذون بطولة مناطق الخارجية نعم. تلقى فيحية تلقى الساحل تلقى الجهرة تلقى التضامن فرق مستمرين بس شو المشكلة؟ مشكلة في عقلية اللعيبة يعني تحت 17 تحت 18 شباب ربع دوانية فهمت قصدي؟ ما عندهم استمرارية مو نفس لاعبين الأندية الكبيرة لاعبين النادي العربي نادي القادسية نادي الكويت نادي القاضي لا هم فكرهم كله بالرياضة يبي يطور نفسه يبي يروح ربعنا مناطق الخارجية لا روحت بر راحوا مع بعض سافروا مع بعض إيه. واحد كشت بالتمرين راحوا كلهم معاه يعني فزعه ما عندهم يذكرون حق هذا الامر يعني حسيت في فرق بين الفحل والعربي يوم رحت العربي إيه. انضباطيه بصراحه انضباط نعم. اكثر انضباطيه اكثر وتركي نعم. وتركي نعم. على كلام وسعود وابو علي
في بالنسبة للداخلية والجيش في لاعبين مميزين، أعطيك مثال فهد الفهد ومحمد العباد كانوا في نادي كاظمة أفضل لاعبين موجودين بالمراحل السنية، دشوا الكلية انتهوا كلاعبين. يعني أنت لاعب بالين كذاب، لازم تبي تصير لاعب كرة لازم تضحي. يا أخي ليش ما يصير قرار يعني أن حتى الكلية التعاون مع اللاعبين أنه يروح بدل العصر يقعد بالكلية يطلع له ساعتين يتمرن ويرجع. قبل اللقاء كنا أنا مع بسعود قاعد أتكلم معه على الجامعة، إحنا تأذينا بالجامعة نعم. صراحة حتى معسكراتنا ولا سفراتنا هذا نتأذى في بعض الدكاترة يغدرونك نعم. والله يغدرونك يعطونك درجات في بعض الدكاترة لا صحيح. واحد من الدكاترة يقول لي يبغى خلي الكرة تنفعك، يقول لي كذي أشكره ما أخذ إجازة تفرغ إحنا مسافرين برا بطولة تونس نعم. يقول لا خلي الجامعة تنفعك شو أسوي وأنا أروح. طيب خل أيضا نستعيد الذكريات مع ضيفنا اليوم أبو عبد العزيز أيام وجوده في نادي الجهرة. هذه الصورة الله يذكرهم بالخير الإخوان في الأزرق.com، صبح عليهم بالخير المواقع الجميلة. أتمنى تخلي الصورة بس مخرجنا تذكر هذه الصورة أبو عبد العزيز. أي والله أذكر. تعرف اللاعبين ولا ناسي؟ أي لا أعرف. منو يلا طبعا أنت أول واحد على اليمين فوق. اللي يمك؟ اللي جنبي هذا حمود ملثي العارضي مسي عليه بالخير. بندر من هرشمري. محترف عماني صراحة ما أذكر اسمه. واليمة محترف مغربي بعد ومدرب اللياقة دينو حلو. والباجي اللي تحت أحمد من اليسار 25 أوكي. أحمد حسن الشمري ايه؟ وسلطان عطشان الظفيري فيصل ايه؟ زايد لاعب نادي الكويت ايه؟ موجود وإبراهيم العتيبي فيصل زايد كم رغم 80 والله فيصل هني هذا أول موسم لا أعتقد بيانا والله ويها غير أول موسم لا واللي يم إبراهيم مش على الشمري ومش على الملابش آخر واحد منهم مش على الملابش إيه والنعم مش على أذكر ذاك الموسم كان له موسم ممتاز صراحة يعني قدم في بداية ممتازة أعتقد احترف في السعودية كنا مش فهد باجي كنا اللي احترف لا أحمد حسن الشمري أخو عثمان حسن أيوة أخو عثمان ما شاء الله أسرة رياضية. نروح الصورة الثانية هي من ذكريات ضيفنا اليوم وذكريات جميلة ما في شك. هذه في التدريبات هذا إعداد الموسم. الصورة اللي وراها محمد سعد هذا محمد سعد شو اسمه رشيدي كنا سعود السربل سعود السربل كابتن الفريق على اليسار اي على اليسار وعلى اليمين محمد سعد العجمي اللي بالنص بالنص محمد سعد العجمي هذا وين كان معسكر بالامارات بنادي النصر الاماراتي كان تجهيز حق كنا نلعب وقتها البطوله الخليجيه ايه كان عندنا مباراه مع فنج الاماني ايه فكان تجهيز له هذا خالد جار الله جار الله ابو عبد الله مسي عليه هذا فايزين مباراه كنا اي نعم اي على طاري خالد جار الله ايش رايك باداره نادي الجهره حاليا ابو عبد الله اخو كبير لا لا ما اتكلم عن ابو عبد الله الإدارة الحالية ايه؟ والله ما أقدر أعلق عنها حاليا صراحة أنا شوي ما تبتزعل أحد لا أنا بعيد شوي عن الرياضة حاليا عن إدارة أنت مسجل جمعية عمومية لا ما مسجل لا مو مسجل ولا تدعم قائمة ولا لا كلش. كلهم إخواني وكلهم ربعي كلهم إخواني وكلهم ربعي زعلوا والله اللي يقول تصدق زعل يقول تصدق زعل ما حاول تسجل ولا شيء لا ولا لينية إن شاء الله مؤخرة لا كل واحد الله يوفقهم ان شاء الله احمد الخالدي احمد عيدان الحارس يسلم عليك ترى سلام خاص الله يسلم اي والله ويسلم عليكم جميعا وسلام خاص حق ابو عبد العزيز الله يسلم منو المدرب لا فضل عليك طبعا بعد الله سبحانه وتعالى طبعا ما انسى اهلي الحربي ابو خالد اللي كان ماسكنا المراحل السنيه هو اللي اسسنا وبعدها كان الكابتن محمد علي النزي محمد نعم. لاطي وبالكويتيه محمد ايوب عندنا كان بالكويتيه هو وكان لهم فضل كبير كبير علي ومسي على اخوي محمد النزي نعم انه حاول كثير انه يثنيني اني عن اروح ادرس طيران انه حرام يعني انت ممكن تمشي بالرياضه يعني لك مستقبل بس قدر الله واعتقد ان شاء الله كريم الله يرحمه كريم ما لحقت عليه كريم ما لحقت عليه لحقت كان يدرب فريق اكبر منه بس ما دربني نعم يعني من المهاجمين اللي كان ودك انك توصل له مثلا
غير طبعا فايز فليك ابو تركي ما يحضر غير طبعا جاسم الهويدي ذاك الوقت كان كان مثل اعلى لنا كلنا جيلي انا كان جامعه عليا ان كنا عم طالع طبعا جاسم يعقوب وفيصل الدخيل هذول اساطيرنا بس ان وقتها كان وقت جاسم يعقوب جاسم الهويدي صح. فكنا نكبر نتابع مباريات مباشره نعم حاليا ما تتابع ولا تتابع فريق لا والله انا ما اتابع الدوري الكويتي ولا اذا يعني فازوا مباراه مهمه تبارك لهم لا طبعا ابارك لهم طبعا يبقون اخواني وعزيزين جدا بس ان في احد من اللاعبين تواصل معهم حاليين اللي موجودين حاليا لا والله ولا واحد لا الحالي الامانه لا اي والله انشغال بظروف الدوام ان انت مره واحده قاطع النادي لان ما يكون لك وقت يدوب يلقى لك كم ساعه باليوم انك تكون مع الاهل والاصدقاء طيب خلينا نريح بأهداف لكن هالمرة أهداف بتركي شوية النسيب لازم يعني ما يصير نضبط بو عبد العزيز وننسى بتركي ولا قصورا في بو علي وبو سالم لا بو تركي خلينا نريح شوية بهالأقوال وبعدها سنعود هذه بعض الاهداف اللي ابو تركي بس انا يعني في موضوع شوي شخصي وشدني في الفيديو يعني ما حاولت تزرع شعر ابو تركي والله صدق والله راحت علينا خلاص لا يعني والله يعني شكلك صراحه ملفت النظر بالصلع اللي لا كان مكان مريحنا كان اول يقول والله ليش ما يزرع يعني ولا قبل ما في قبل لا مو ما في لو معود لو زرع كان ما قوه يعني ضيق ما يهم شيء كان الأقوال عجيبة أبو تركي نعم أي والله يعني شوفني مثلا شوف عبد العزيز شفت الأقوال فرق لا هو مو على مو كبر بس فرق وين أبو تركي العربي تاريخ أبو تركي هو يعني هالفترة هذه أغلب اللاعبين قاعد يهتمون في يعني من خلينا نقول من التسعينات يمكن يهتمون في الشكل أكثر من اللي قبل صح؟ طبعا يعني كمجتمع كله يعني صار المجتمع كله إنك تراقب اللي برا أكثر يعني مو نفس قبل يعني كانت مجتمعك هو البيئة الصغيرة يعني الحين صار فيها طالع أنت اللي برا وتشوف بس شيء عبد العزيز قبل ما كان في زراعة لا ما اذكر حتى الزراعة ابو سالم اتكلم حتى يعني مثلا التسريح قبل لا يدخل الملعب يعني انت قاعد تشوفهم الحين وايد يركزون في الامور قبل ما قبل يسوون افرو بالثمانينات منو اي والله يسوون افرو كانوا اقول لك ايه نمسي عليه اخونا الكبير احمد مشيري كان يعدل شعره الله يرحمه كنا توفى لا موجود لا ذبحت الرياض اخوه خول توفى الله يرحمه اي محمد الله هو احمد اي سنه هذه انت ما كنت تتابع يذكر أي سنة؟
يعني اعطيت مثال واحد واحد غير اتكلم الحين دش الملعب 22 لاعب تسريحه وال... إيه الحين تغير تسريحه وهذا ما يعرفون اللعبه ماكو تسريحه بس فنان والله العظيم هذا اي واحد اللي بيك فنان يعني تكفى ايام الحبيب كاس العالم تكفى يدخلون تشوفهم على بالصفه هذه اللي حق السلام الوطني كان فتحي يسوي هذا جاكسون نسينا بعد ما يصير يعني انا اشوف الله يقومه بالسلامة الأنبري طبعا ما عنده شعر منو جاسم يعقوب جاسم ما ابو علي ما يعني ما اغلب الطرابلسي الله يذكره ما ولا ولا واحد لا مو تسلمس الشعر موجود كل لا لا يعني انت فاهم قصدي لا لا يعني الجل والسوالف ايش سوى كان في جل زين ترى عرفت يعني سبوس الوقت قطع يعني حتى تشوف المنتخبات الاوروبيه ما كانوا يسوون هم الحركات هذه لان ما كانت موجوده بالاساس الجل ما وصل ما هو موجود بالاساس الحين صار الكل باوروبا يسوونه وهم يسوون نعم نعم سعدي دهن هو على طاري القصات والتسريحات في عندنا صالون هذا يعني محظوظ ان اغلب نجوم دورينا ومحترفينا يزورونا صراحة وإحنا يعني بالصدفة اكتشفنا هذا الأمر وزميلنا فواز صلال زار الصالون وعدنا هالتقرير اليوم بعيدا عن المستطيل الأخضر وكرة القدم عندنا زيارة خاصة حق حلاق تونسي كان له صولات وجولات في رؤوس المحترفين والمدربين عندنا بالكويت خلونا نشوف مكرم شنو يقول عن تجربته بديت معنا من البدايات يعني حلاق بسيط على الآخر وبشوي بشوي بديت أبلش يعني شغل وكل مرة يجيني لاعب مثلا أول لاعب فابيانو نادي سلمية أول لاعب كرة قدم حلقتهم بالكويت بعدين رونينو بعد رونينو بشوي بشوي ولا عندي ياسين الخنيسي تقريبا ستاف كامل نادي الكويت وبعدين الياس لاعب الجزائري وحسام لاعب زاد نادي القادسية الحمد لله هذا فضل من عند ربي سبحانه أكثر واحد يهتم بشعره نبيل معلول وياسين الخنيسي وفي زاد عندك الياس الياس زاد يهتم بشعره كثير عندك اكثر واحد مركز في التدقيق على الاخر فابيانو وفي اكثر منه رونينو مجنون رونينو مش عادي رونينو على تدريج على صبغ يعني كل شيء مغروم بنادي العربي مجنون اشوفه انا نادي العربي كره مجنون الكره نادي العربي بالخاصة الجمهور انا رحت شاهدت مباراه السوبر ما بين نادي الكويت والعربي صراحه جمهور مرعب نفس جمهور الترجي يعني نادي التونسي هم بلاعبين الكويت اكثر واحد صراحه يعجبني وما شاء الله عليه بدر المتوع صراحه اسطوره شوف اسطوره من اساطير الكويت سولا هذا مجنون سولا ما شاء الله عليه سولا عادي اثنين ثلاث لاعبين يعديهم يمر بالعكس ساعات يرجع لهم السنوسي زاد نفس الشيء السنوسي ما شاء الله عليه من جميع النواحي وديك روح الترجي اي اكيد رجعني لك الجرينتا بتاع الترجي هذا التونسي هيك الروح في الملعب هيك لما انا رحت لمباراه نادي الكويت ونادي العربي ما شاء الله حسيت نفسي راحت يعني رجعت لتونس رونيرو هاو ار يو جود ام فاين اند يو جود جود ثانك يو فيري ماتش Macro is the best barber shop in Kuwait. Of course, 100%. Bye my hair. Ciao. I will miss my hair. See you. Jameel
صبحكم الله بالخير. شكرا لاخوي فواز، شكرا ايضا التونسي الجميل. عندكم بالدوام فيه حلاقين وصالون كذي؟ لا لا ما في دوام، لا نروح له ان شاء الله نجرب. لا المفروض عندكم لازم لا ان شاء الله نروح نجرب برا نشوف ايش وضعه. عموما شيء هناك ما عندهم شيء. لا لا ترى عموما نبي ابو تركي يروح له يضبطك كين عندي في البيت وخلاص. عموما قبل اروح ابو تركي بدون حلاق شكله اي والله ايوه حلو كان صايدنا اول بالهذا بالنادي ماكل الجو كله. عموما بنروح لفاصل، لكن قبل الفاصل انا بصبح الخير بالخير على اخوي مبارك الدوسري ودعواتنا له ان شاء الله بالشفاء العاجل، وتي عندي في البرنامج نعايك على الهواء افضل. لكن يا ابو محمد يا ابو محمد صبحك الله بالخير يا اخي، خلك حقاني، اكتب اكتب، ما يصير نبي نعرف موضوع كنه يا اخي، ما يصير نبي نعرف هل هو وقع لأول عالمي في آسيا وفخر العرب والخليج والرياض فريق النصر ولا ما وقع؟ خلينا نعرف، اكتب يا أخي، ما يصير للحين مو عارفين اللاعب موقع ولا مو موقع. خلك حقاني، ولا عشان ربعك ما تكتب ولا شيء، تخاف ما تكتب شيء، اكتب خلك حقاني. لكن وين انت حقاني يا أبو محمد؟ وين ما تشوف الحق؟ وبما انك مو حقاني كلنا الشارجة اليوم. نروح لفاصل. صباحكم الله بالخير. خلينا نسولف شوي عن الطيران مع ضيفنا ابو عبد العزيز. تطير على اي طياره؟ اطير على الايرباص، الباص الجوي 320. الايرباص يعني اذا طرت على الايرباص ما تطير على البوينغ؟ طبعا هو انت تتخصص على طياره نوع معين من الطيارات بحيث انك تاخذ عليها كورسات معينه وتطير عليها. زين اذا على الايرباص 320 بس 320 ولا يصير تطير على ممكن انك تطير نوع ثاني معاها اللي هي شو بالضبط؟ انت تختار؟ لا طبعا على حسب الشركه شنو تطلب منك. أيه. انك شنو النوعيه انت شنو عندك؟ انا عندي 320 بس. بس ايرباص 320 يعني البعض يعني تدري شركات الخطوط تتنافس على الايرباص والبوينغ. نعم. ليش ما شفنا شركه ثالثه؟ يعني شيء غريب. هو طبعا حاجه سوق، السوق هل يقدر يستوعب اكثر من شركه ولا لا؟ يعني السيارات اليوم شايف مليون شركة، وكل يوم تطلع مرة شركة صينية مرة كورية. فأنت تقصد شركات تصنيع؟ إيه. وفي شركات تصنيع ثانية. إحنا ما بس هذولي أكبر. لا في شركات وايد تصنيع. أنا أذكر كونكورد واللغت. لا لا في كذا نوع ثاني غير النوعين هذا، بس هذول هم أفضل نوعين الموجودين بالسوق. طبعاً في طيارات اللي هي يسوون البرايفت جيت اللي طيارات الخاصة. لا خلا أنا أتكلم. وفي طيارات ما تركب، في شركات طيران، في صينية قاعدة تشتغل، وفي عندك روسية قاعدة تشتغل. كسيفتي أفضل. وفي بس طبعا هذول الثنتين لسهولة تعاملهم مع الطيارين، يعني كطيار يكون فاميليار مع الطيارة، انك انت تعرف شلون تتعامل مع الطيارة، وكجودة وكسيستم الموجود بالطيارة يكون. انت درست في لندن. نعم. يقولون دراستها صعبة. ماكو شيء صعب، ماكو شيء سهل ابو سعود، يعني كل شيء صعب تدرسه وتتعب عليه يصير سهل، وشيء سهل ما تدرسه ولا تطالعه يصير صعب عليك. فهو لما انت تروح بالبدايه تكون انت هاوي هذا الشيء. طيران ما هو نفس وظيفه ثانيه، يعني انت لما تروح بتدش طيران انت ما عندك الا مجال الطيران، فانت مجبور انك تكرس وقتك لهذا الشيء بحيث انك تخلصه، مع ان ترى هي دراستها ما هي طويله، هي تقريبا سنه وثمان شهور دراسة الطيران، بس إنها تصير مضغوطة ومكثفة شوية. نعم. الاختبارات اللي تتم على الطيارين على مدار الشهر. طبعاً أنت عندك اختبارات نص سنوية وعندك اختبارات سنوية. فهي مجموعة الياسن تجددها دائماً. دائماً. نعم. في فحص بعد كنا في فحص. في الفحص الصحي اللي هي سنوي. فحص الصحي. يصير سنوي. سنوي؟ اي نعم سنوي بس. فسنوي انك تفحص طبعا تكون لائق من كل النواحي. فحص الطيران العسكري اقوى من فحصهم. طبعا عسكري لا عسكري يلفونك، وهذا في اختيار، يعني احتمال يصير طيار حربي يمكن بعد سنه سنتين ما يقدر يطير خلاص. ايه ايه
الطيار المدني لا يقعد يطير عمره 50 60 وماشي 70 يوصل ال 65 إيه. 65 لازم تقاعد اجباري اللي على الطياره منو اللي مسؤول على الطياره هل الكابتن ولا في الكابتن هو المسؤول إيه هو المسؤول يصير اول يعني تقدر يعني تطلع راكب تقدر طبعا هو انت مو ما انت صحيح انت كابتن الطياره بس انت ما هو شيء انك مزاجي انا نزل ركاب مزاجي هو طبعا في قوانين دوليه في بروتوكولات معينه تتبعها احنا بحيث انك تقرر هذا الراكب يصعد ولا ما يصعد نعم وطبعا ضمن الاختصاص تقرر القرار لك الطيارين عاده نفس اللاعبين يعني في مجموعه يحبهم مثلا يرتاح لهم خلاص هذا الكرو مثلا وياي ما عندنا شيء ثابت انه يكون معك الطيار الفلاني ثابت او يكون معك مساعد فلاني ثابت او الكابتن معك ثابت او ان المضيف فلاني معك ثابت لا يكون هو متغير بس طبعا طبيعه البشر انك انت تستاهل تتعامل مع فلان منو مساعدك عادة؟ لا لا يتغير هو مو ثابت هو يتغير هو ينزل جدول شهري زين يعني ممكن بس ما تطير بروحك لازم المساعد لا لازم اثنين لازم اثنين كل الحالات لازم اثنين الايام الاجلاء كنت موجود مع من وين جبت سويت رحله للندن والحمد لله الله وفق الحمد لله الحمد لله وعلي منو يعني خلينا نقول الخطوط اللي تحب تطير عليه اللي يطير عليه مسعود لا لازم الحين اي رحله لازم تسال من الطيار اي بالطيار يا سعود عشان يضبط الاوتونوميه يساعدكم يعني الطيار هل في عنده احتراف يعني ممكن نشوفك مثلا في خطوط مثلا اوروبيه طبعا هو لانه هو ليسن دولي انت نعم. لما انا اخذ ليسن الكويت ليسن الكويتي يتبع القوانين الدوليه فانا نعم. ليسني ليش يصير دولي لان انا راح اطير فوق مثلا نعم. لندن او اطير فوق دبي او اطير فوق الامارات او نعم. اطير فوق السعوديه فاي ذي اطير فوقها انت لازم تكون ليسنك مرخص انك تطير نعم. فوق هذه الجوله فوق نعم. هذه الدوله فليسنك يعتبر دولي فانت نعم. اليوم تشتغل بالكويت ممكن بعدها تشتغل زي بصراحه منو الطيران الاعلى دخل في العالم يعني والله في 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 اللاعبين يقول لك مثلا اروح قطر مثلا رواتبهم اعلى او السعوديه او يعني في الخطوط مثلا هل انا ما عندي معلومات كامله على الرواتب ولكن اغلب المنطقه عندنا هنا تقريبا رواتبنا متقاربه طبعا يكون يقل الراتب اوروبا ارخص صح اي يصير الرواتب هذا العكس في الملاعب شو يعني في اوروبا لان السوق لاعبين يعني. كره رواتبهم اعلى هما في الطيران رواتب الطيارين اي اعلى اقل اقل لا الطياره اقل اي باوروبا باوروبا لا باوروبا غالي اي هذا المحترفين هذاك مو محترفين اللي بالكره ذاك محترفين يا بالكره محترفين هذاك هذا اللي بالطيران محترفين اي اي لا بس الليسن على الطياره على الطياره نفسها ولا على الكابتن يعني بعض الخطوط ما يصير تطير على بعض الدول صح ولا هذه يصير الدولة كمثلا كدولة فلانية تمنع الطيران الفلاني من يجي فوق ما ممنوع ان الدولة حتى عندك ليسن خلاص عندك ليسن هي معت الدولة فانت بما انك تعمل مع هذه الدولة مع هذه شركة الطيران ما يصير تطير فوق الدولة هذه طيب الحين الطيران او الطيارة وصلت الى التطور ان تطير بروحها وتوديك بس انت اشراف كذي لا هي ما لان كطيار انت اللي تبرمج الطيارة وتجهزها كاملة ماشي. ولكن بنص الرحله في متغيرات واجد تصير فانت كقائد طائره او كطيار موجود على الرحله لازم دائما تكون متابع عمل الطياره تدري هذه اله وممكن انه يتغير شيء بنص الرحله ممكن يتغير انا اقصد وانت اول ما طبعا لازم تبرمج لان نعم. اكيد هي مو تبرمجها علشان تمشي نعم. لكن خلنا نقول بالتيك اوف انت لك لو تبرمجها لا ما اسوي تيك اوف ممكن تسوي الهبوط ولكن ما تسوي الاقلاع الطياره ويعتمد طبعا على الاجهزه يعني الموجوده يعني الهبوط بس اللي ممكن تسويه اي ويعتمد طبعا على المطار ويعتمد على الطياره وفي اشياء نقول اذا 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 طب عدل الطيار بدون هذا نقول الله هذا الطيار المضبوط نعم احنا لان عندنا مثل بروتوكول ان انت دائما تطير يدوي وتسوي الهبوط يدوي عشان كتدريب لك كطيار فتلقاها يمكن 90% او فوق ال 90% كلها هبوط يدوي اصعب موقف مر عليك بو
والله الحمد لله ما في شيء صعب، لان احنا عندنا اختبارات كل 6 شهور نسوي اختبارات يحطونا بجهاز سيموليتر او جهاز تشبيهي، فيعطونك كل السيناريوهات، كل شيء ممكن يصير في الطياره يسوي لك اياه، فكل شيء انت متعود عليه يعني الامانه متعودين. واجهت ركاب مزعجين؟ هذا طبعا الركاب احنا مشكلتنا بالكويت ما بيقعد يم هذا، شيلوا هذا عني حط هذا يمي، هذا هو هذا اصعب شيء، وخاصه الركاب يصعدون الطياره يحسون مالتهم الطياره، خاصه لما تكون في الكويت يحسون طيارتهم، فهو شيء زين ولكن في سلبيات، انه شويه الكل يبي كرسي الفلاني ولا الكل يبي الباب الفلاني ولا يبي. في يخاف من الطيارة يخاف من الطيارة واللي يخاف الطيارة شلون بالعنا يقعد ما في شيء، انه اللي تعرف احصائيات، يعني احصائيات الطيران هي امن وسيله، يعني امن من المشي طبعا الانسان عدو المجهول، انا لو امشي معك وغطي عيونك ويقول لك امشي يمين امشي يسار راح تخاف، وهو مشي من بالك انت الطياره قاعد ورا وهالشيء الكبير هذا قاعد يطير فيك، انت ما تدري ايش قاعد يصير برا، فهذه المشكله ان انت مو عارف ايش قاعد يصير برا، فحتى انا مرات لما اقعد ورا احس انها الحين وقت الشيء الثاني المفروض يسوي ما سوى، ليش تاخر، ليش ما ادري شنو، ولكن تثق فيه ان الرجال متعلم ومتدرب على هذه الاشياء. الطرق تختلف، يعني احنا بالارض نمشي بالسياره مثلا، تمر عليك خلينا نقول يمر عليك غبار، يمر عليك مطر، يمر عليك هواء، تمر جبال، يعني هذه بالسياره نعم تحوشي نعم. بالطيارة في مثل طبعا بالطيارة في نقاط، في نقاط هي مسارات جوية، ايه احنا ما تمشي رايح من الكويت للرياض مثلا، ما تمشي سيدة للرياض، لا هو فيهم مسار تمشي عليه، نعم في نقاط موجودة ممكن تكون خيالية لأنها تكون من القمر الصناعي، نعم وتمشي عليها أنت نقاط معينة مع توجيهات من برج المراقبة، يعطيك التوجيهات وأنت على برمجتك وعلى اتفاقياتك مع برج المراقبة تحدد النقاط اللي راح تمشي عليها أو النقاط اللي راح تعديها وتروح بسرعة. من الدول الصعبة، أنا أذكر رحت مرة بوتان أذكر والله ما كنا بوتان الجزيرة هناك مكانهم يعني حتى الطيار يقول هذا أصعب مكان تهبط فيه الطيار. قصدك كاتماندو نيبال؟ هذه نيبال والله يا نيبال هو بوتان. في مطارات معينة طبعا، إحنا المطارات تقسم عندنا، يقسمونها عندنا دائرة معينة تقسم المطارات لمراحل أيه. مرحلة فلان يوم A B C على حسب المرحلة، يحتاج انك تدريب اضافي، يحتاج انك تجهز نفسك حق المطار او لا، طبعا في معتقد ان الطيار ياخذ نظرته يروح المطار يروح يسافر يستانس، هذا غير صحيح، يعني نكون قبلها بليلة مرات نجهز حق رحلتنا، ومرات اكثر اذا مطار صعب يكون مجهزين قبله، ومرات تحتاج يكون تاخذ موافقات عشان انت ككابتن تقدر تروح المطار الفلاني، فهو في تجهيز عشان تشوفها قبل هذه الرحله الكابتن طالع. شو الصعوبه في المدرج يعني ولا بين جبال؟ يعتمد مرات انه يكون جبال، ممكن يكون مرات المدرج قصير، ممكن مرات ما في اجهزه هبوط بالمطار الفلاني. اصعب مدرج عندك انت شخصيا؟ للامانه ما في شيء صعب مثل ما قلت لك اخوي ابو فهد، لان كل شيء انت مدرب عليه قبل لا تسويه، مسويه على الاقل 50 مره، فانت اوريدي جاهز حق اي شيء. نعم. فهو الهدف من التدريب انه يكون عندك رده الفعل الراديه انك انت جاهز لها على طول، مثل سياقه السياره، لما الحين تسوق السياره مره توصل البيت تقول انا شلون وصلت؟ ما اذكر اللفه، ما اذكر الدسبانزين الدستبريك، هو نفس الطريقه بالضبط. شوف دائما في سؤال يعني فكاهي نوعا ما، لكن لازم نساله لك، طياره فيها هرن؟ هذا السؤال تسأله إياه كذبانية. الطيارة ما فيها هرن، فيها فيها جرس حق اللي يكون الميكانيك أو الفني، إنك بغيت نادي عشان لما ندز الطيارة على وراء ولا بتنادي إن في شيء، يكون بس جرس للفني اللي يكون تحت الطيارة أو المهندس. شلون تكلمه؟ معنا ميكروفون معه، بس اثناء جرس عشان تنادي بس. الجرس شلون يرن؟ ترن فيه ولا طنطن ولا لا ترن على قولتك. طبعا الركاب ما يسمع. لا ما تسمع. بس اللي بس يكون تحت ما، طبعا الجرس بسيط يعني ما هو شيء العالي، يعني يمكن 10 متر ما تسمع. هذا اول ما شرى السياره عزيز، خلينا نروح ما دام على ظهر السياره، اول ما شرى السياره سياره جديده قالوا له الشركه، قالوا اذا السياره مشت 1000 يجيبها لنا عشان نسوي له التطبيب السيرفس، وهذا اللي مشكل نوم قاعد يمشي بالسياره، هو قاعد يفتر بسالم تو شاري سياره مستانس، نوم قاعد يفتر بالسياره، وهذا
مشت سيارة ألف كان يطق بالخ قال يوقف قال يدق على الشركة قالوا سيارة بست ألف شو أسوي؟ قالوا لي تعالي بخلصها زيادة شوي. على فكرة ترى أبو عبد العزيز ريالي فهذه فرصة نبارك له الفوز على تشيلسي. ومباراة صعبة كانت ولا سهلة؟ والله المفروض صعبة بس من زي ما خلص سواها سهلة صراحة. اي والله يعني تشيلسي فريق كبير بس اللي صار بالمباراة صارت سهلة صراحة. وسالم شنو؟ ما يصير تشيلسي خسر على الأرض. لا والله الأهداف حلوة يعني بنزيما موجود. وين حلوة؟ جول شي عطاه جول. بس جول واحد اللي براسه شفت اللي حطها براسه شلون حطها؟ إيه؟ شفت هو ما يحب الريال ترى. أي أنا عارف. لا لا ما يحب الريال وبالنصر. أنا شجع الهلال والنصر. والله يا أبو سعود ترى الهدف اللي سجله ترى مو عادي. خل الكرة اللي أخطأ الحارس أخطأ ورد المدافع أخطأ. اثنين هو أخطأوا ترى. يعني بس سالم لو تلاحظ يعني اللاعب اللي دائما يقرا الكره يعني بس نعم اول مره تصير معاه مره مرتين تقول محظوظ يعني هذا جول تشيلسي مدحونه رابع مره يتوقعها اعتقد من ليفربول سواها مع ليفربول مع البايرن راح ينزل راح تشيلسي راح يطيح يعني وسب رئيس النادي الحين اللاعبين مو مهيئين يعني اللاعبين خلاص اللاعبين رئيس النادي كان ضامن لهم رواتبهم ضامن لهم عقودهم ضامن كل شيء لهم رئيس النادي الحين يبون يشيلونه هذا اكبر غلط بعض اللاعبين عندهم تجديد في العقد عندهم رواتب عندهم ما يدرون يكملون ولا ما يكملون شوف راح يفكر الفريق يعني الفريق ما في حل ما في حل ما في حل حتى اللاعبين مو مهيئين اصلا الحين حاليا ما عندهم عدل سواهم دام ينزل لا عدل كلام ما عارف ايش يسوون انت تعتقد في حل استغرار مهم ما في حل الا توقف الحرب ليش يدخلون في خلها لا تدخل السياسه في الرياضه خلها ما سكنا نادي تشيلسي ترى ما كان نادي كبير تشيلسي مسك النادي نعم لا لا كان نادي كبير لا 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 ما كان كبير فريقين انجلترا ما فريق جيد مانشستر ويرسنال هذول معروفين عليهم الارسنال العالم خلوا ليفربول هذا كله بعدين اول على مستوى العالم اشهر من ارسنال لا لا اول لا 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 انا ما احب الارسنال بس تبي الصج اللي عرفه قبل احنا صغار نعرف اشهر ناديين في انجلترا نوتنغهام نوتنغهام اشهر الارسنال الارسنال على كيفك كشهره كشهره على كيفك ما اقول لك لا هذا يبا انت حق يا مسعود انت يعني توك يبا انت توك يا والله عمي يا ارسنال كشهره ارسنال لا مش الارسنال لا تقول والله بعد والله ايش فيك اول استزعم الحق اول بس استزعم غاره ما عاد استزعم الحق لا يبا هي حق هذا حق لا لا اول اوكي مانشستر اوكي ما لا لا مانشستر يونايتد شنو مو انا ما احب انا ما احب اي بس ما يصير مو تقول ايش وين توتنهام نوتنغهام وين الكويت وبالدول العربيه ما يعرفون الارسنال ومانشستر يونايتد لا يبا لا لا على كيفك إذا أبو عبد العزيز ما نمدح الأرسنال أقول لك هذا أول العالم كله جيب. تاريخه يتكلم عن تاريخ يعني لا كشهرة معروف على مستوى العالم الأرسنال معروف والله تتوقع وين راح يوصل الريال؟ والله توقع ولا أتمنى؟ لا توقع توقع إذا بارا السيتي أعتقد لا خلاص صعب السيتي أعتقد نهاية ستي ليفربول لأنه ما عنده مدرب زين ذبحهم ذبح ذبحهم ذبح المجموعة هذه الـ 12-13 لاعب كل مباريات كاس ولا دوري ولا هذيك مجموعة كاملة تلعب لعب بلبع رايك ب تقصد منه تقصد قول لي شو رايك بالمدرب ايش رايك بالمدرب يسألك واحد انشيلوتي ايه طبعا انا رايي متواضع منو انا عشان اقيم انشيلوتي لا لا بس تقول بس كمدرب يستحق افضل من هذا ما للأمانة ما قدم مباريات الكبيرة ما كان بالمتوقع صح هذا اللي يعني فيه مباريات الكبيرة ما قدم متوقع برأيي صراحة إنه كان ممكن يصير أفضل من اللي كان بس طلع باريس والآن بيطلع تشيلسي باريس بنص ساعة من باريس طلع باريس من باريس مو من الرياض والله رايح المباراة قال لي يعني مانشيني قال لي هذا عيالنا عليه قال وأخذ الكاس أوروبا طلعه من كاس العالم بس انت بس اللي يفوز مرات واحده شوف
كله ما لا انت اللي مدرب. لا لا ما انا مو مدرب, انا مدرب بس ما لا لا غيم مدربين المان ولا طليان ماكو مغيم حكام, انا مغيم مدربين. يقول الحق وانت تزعل. لا والله والله يقول الحق. اقول لا اقول انا هو ماكو مغيم حكام, انا مغيم مدربين. تكفى دربك ابو علي. لا لا صدق والله والله تكفى. ابي شنو الطريقه اللي لعبته فيها مع تكفى جميع طرق. لا لا تكفى والله. شنو يدربكم ثلاثة خمسة ثلاثة أربعة ما يصير ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة زين وأربعة أربعة اثنين صح ولا؟ إي نعم وأربعة أربعة خمسة واحد. إحنا أقول يبنى يبنى كأس الأمير من الغاتسين من اللاعبين. أقول لا بتغيير الطريقة. أي طريقة من اللاعبين بعد الرياييين قاص علينا. لا لا بتغيير الطريقة عرفت الإشارة. إي تغيرها إي إي اللاعبين كانوا زينين. إيش الملعب؟ وعلي بلنتيات في استعلنا عدل بس عجل لك البلنتيات ها؟ الغيها بعد. لا لا ما نلغيها لا يستاهل. لا لا مو هذا أنت المغلوب. أنا أنا بوصل برا البلنتيات صح. أنا وصلته. من أفضل مدرب مر عليك تكفى وتركي؟ محمد كرم. لا يمكن خشيتي بالجواب. لا مدربين واجد والله. أفضل مدرب أعطي ثلاثة زين. فرقسون هذا؟ والله أحسن مدرب اللي ما خسرته. من هو؟ أولدو. أولدو هذا فهيل ولا بال؟ فهيل. شنو كان؟ تشيكي؟ إيطالي. إيطالي. إيه بس عايش في مصر. يلعب نادي الزمالك. اي ما دام الزمالك فنان. إيه. هذا علمنا اصول الكره بالمراحل السنيه. المراحل السنيه صراحه لها فضل كبير 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 عليك. الحين يقول لك ما انسى اشوف مراحل سنيه يبين لكم ايطالي. احنا الحين مراحل سنيه لا ايطالي يوغوسلافي وانجليزي بعد. اي المراحل السنيه واحنا صغار وبعدين شو نادي في حيل. منو كان رئيس النادي؟ هذا الصح كان الله يرحمه العم تركي الدبوس. الله يرحمه. كان الوالد بعد والوالد كان مو بفاضل كان مو بعد يعني شوف مراحل سنيه ابو هذا المفروض هذا الصح مراحل سنيه. انت تبي من اللاعبين شنو؟ تبي اللاعبين يعني تبي ياسسهم صح يعلمهم صح. والله حتى تكرم الجوتي علمنا شلون نربط الخيط. المدرب يعلمنا شلون نربط الخيط. خيط الجوتي شكو بالكره انا ممكن اعورك الخيط ولا اساس غير اتجاه الكره. اقول لك تحط والله تحط الورده كذي تشوتها ممكن تروح الكره مني وتروح مني. شوف شوف من يفهم هذه. اي والله يقول لا تربط الخيط حطه مني على الجنب. على الجنب لا تحطها قدام اساس لما تشوت الكره ما تروح الكره مني ولا مني. يقول الربطه هذه تاثر على الكره. الله. وقبل شنو احنا قبل كرتنا يابسه والدلاغ ما تقدر ترفعه. وفانينا ليون ليون بالشتاء. تكفى تكفى تكفى. شنو تعلمت من ابو علي؟ نايم بالفنيله ليل المباراه. تركي تكفى. ايش تعلمت من ابو علي وهو مدرب؟ الانضباط. والله ايش في عليه؟ شنو شنو انضباط عنده؟ انضباط ابو علي؟ والله يمكن يمكن والله. والله عموماً ترى أبو علي دربني أنا بالمنتخب يوم بالغزو كان هو مدربنا. نعم بالصين. أي بالصين كان هو مدربنا بالفعل. هو الرجل منضبط يعني. نعم هو عسكري عسكري. لا وصلنا دور ترى وصلنا دور ثمانية طلعونا كوريا الجنوبية غصب. كوريا الجنوبية كانوا رادين كأس العالم. لا جايين من كأس العالم كوريا الجنوبية. بعدين مو بس مدرب ترى كان أخ في الملعب. أي والله أي والله. حتى إذا تبي أي شيء من الإدارة هو يروح. نعم والناس والله ما يخلي حتى المسلم هو يروح الناس. عموما خلينا نريح بما ان نتكلم عن هالمباريات وال اخونا العزيز ابو محمد علي الكندري نظم دوره جمع فيها مجموعه من الاعلاميين والرياضيين. دوره مصغره خفيفه مميزه ممتعه جميله وجمع فيها ارجع اكرر مجموعه من الاعلاميين والرياضيين وبحضور ايضا مشكورا ما قصر الاخ العزيز علي مروي نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة للشؤون الإدارية والمالية. ونشكر أبو عبد العزيز أيضا على حرصه على الحضور والاستمتاع في هذه الأجواء. خلينا نشوف هذا التقرير حول هذه الدورة. أولا يعطيكم العافية ومشكورين على حضوركم وإن شاء الله نشوف مباراة ممتعة
ونتمتع فيكم، ما شاء الله عليكم كلكم الواعيب انديه والواعيب منتخب. كابتن كابتن عطيت انذار ليش؟ دخل شغل الحكم يعني عباله نفس الوضع اللي صاير عندنا هنا، ما يصير يعني ما حد دخل. ادري شنو تدخل فيه، فهمنا. يفرض على الحكم ما يصير يفرض على فرض عليك شنو؟ وضح. يقول لي ربع ساعه، يقول لي ما ادري شنو الفاولات. لا 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 خليني اقول لك على البخشيش. خليني اقول لك بخشيش ما عندي. ابو فوز ايش رايك باجواء البطوله والتنظيم؟ البطوله ممتعه واشكر القائمين عليها، وباذن الله باذن الله البطوله لنا. ما شاركنا في البطوله الا لرفع الكاس فقط لا غير. مشكور الكندري على هالدوره، وبين الربع ما في خاسر ولا ربحان، الكل ربحان وكل عام وانتم. انت حارس الفريق صح؟ اي نعم. الله يحفظك. كم سجل عليك هدف؟ عبد الله اثنين. طبعا قدامهم اثنين. حمد حربي مبروك الفوز. الله يبارك فيك، ومشكورين على التنظيم الحلو هذا. وهاردك فريق خسر. واجهتوا فريق صعب؟ والله بدايه الشوط الاول صراحه يعني كان فريق قوي، بس الظاهر ما عندهم لياقه. الشوط الثاني احنا استغليناها. شكرا على الاستضافه هذه. الحمد لله فريقنا متجانس، وكان في اجتماع مغلق مع كابتن الفريق في قناه اي تي في، وكان اجتماع مغلق ومثمر. محسن العنزي الف مبروك. الله يبارك عمرك. لو رد لك الزمن قبل 30 سنه. اي نعم كان علوم. اي والله تبي الصدق طيحتي تقول سفينه تايتانيك. صار لنا 5 سنوات ما لعبنا. كم سجل عليك هدف؟ والله 3 اقوال وكلهم ما شاء الله عليهم. الله يعطيكم العافيه، دوره جميله، ونتمنى انا اتمنى من هالمكان هالدورات هذه نشوفها بالمحافظات الكويت كلها، تصير على مستوى الدورات الاجتماعيه تبع الشؤون، هيئه الشباب. نعم تكون للشؤون، تكون موجوده بالمحافظات. ضاري ضاري عبد الله ضاري عبد الله ضاري علي احتج على ضاري. اول شيء نبارك للفريق احمد الفضلي، فريق يستحق البطوله فعلا، فريق ممتاز وماصل في اللعب ويستاهلون. احنا ترى الاهم شيء عندنا نجاح البطوله، الملتقى المميز هذا، هذه البطوله الاولى. وصراحه بس في يعني المستويات في تحيز، انا شفت. ايش رايك بالتحكيم؟ لازم يراجعون لجنه الحكام، لازم يصير في طبعا حكام اجانب، يحتاج البطوله تحتاج حكام من الخارج. انا اللي لاحظته ان الجمهور والفريق المنافس يشجع احمد الفضلي. شكرا مرة أخرى لأخوي العزيز علي الكندري على تنظيم الدورة، شكرا لأخوي علي مروي أيضا لحرصه وحضوره في هذه الدورة. نقول سلامات لأخونا أحمد الفضل، أيضا تعرض لإصابة بسيطة ما تشوف شر، ونبارك للفائزين. أخوي مطير شقاط يسلم عليكم جميعا، ويسلم عليك وعبد العزيز، يقول مشكورين على استضافتك. وعبد العزيز اخونا مساعد طيارة ايضا دازلنا مسج، ناصر العنزي. ونعم ونعم اعتقد هو لاعب صح؟ اي نعم لاعب كرة يد بنادي العربي. ما شاء الله. قال نادي العربي زين كمل؟ لا لا الحين موجود للحين العربي. اعتقد من هدافين الدوري. المفروض تكمل. اي بس انه تعرف الظروف شوية كانت لا تقوي. طيب كم يوم خلاص راحت عليك. الاخ وانس ايضا داز مسج يقول في فرق بين الطيارة المدنية والعسكرية على طاري موضوع بوتكي. طبعا هي طبعا كاجهزه وانظمه كلها تختلف، وكقوانين طيران تفرق. يعني في طيارين يطلعون من الحربي يروحون مدني،
لازم يرد يدرس مره ثانيه في مواد معينه يدرسها. ابي الطياره العسكريه مو مو تبي نقله الركاب. ايوه اللي نقل الركاب لا هو جمهور. لا لا مو ما في فرق كبير بيننا، بس طبعا مثل ما قلت لكم ساعه ان اي طياره لازم تخصص عليها تسوي كورساتها معينه مدتها تقريبا من 4 شهور اذا انت اوريدي. انت اخترت الايرباص؟ لا لا هذا عندنا بالشركه عندنا ك فرع على الطيارات معينه بحيث انك تخلص من طياره تنتقل لطياره اخرى. يعني ممكن تنتقل لطياره باذن الله مستقبلا. طيب رحلتك الجايه متى ان شاء الله؟ باكر ان شاء الله. باكر ان شاء الله. وين؟ جاي بسهر وعنده باكر. وين؟ مصر. مصر او لعبه الحياه. مصر يلا يلا حياك الله روح حق الزمان حياك الله. بالسعوديه من تشجع ابو عبد الهادي؟ هلالي متعصب. افا متعصب بعد؟ متعصب والله. وين من ربع مبارك الدوسري؟ الزعيم. اي ما تقدر ما تقدر. لا لا رجاء لا تقول الزعيم النصر رجاء. شنو زعيم؟ زعيم كل اول عالمي يصل اسيا. هذا البطوله؟ شلون؟ هذا البطوله ولا؟ وين ياخذ البطوله؟ اخذ البطوله اسيا. الجو ضدنا وال الحكام ضدنا وانا قايل هذا هني كل شيء ضدنا. هذا المشكله هذا المشكله. خلي اللي لا اقول هاي اعذارهم بس لا والله مو هذا اعذار هذا الصدق والله هذا الصدق. ان شاء الله هالموسم ولا ما تلعبون هالموسم؟ شلون ما تلعبون كنا هالموسم الجاي اللي هناك خلوك تلعب اللي هناك خلوك تلعب يا ابو العزيز تركي شجعها بس والله ما يصير مسعود والله ما يصير يعني ما يصير اي فريق اشوف انا ترى اشجع النصر يعني الهلال فريق محترم فريق يعني خذ البطولات بذراعه حتى النصر خذاهم بذراعه النصر فعلا قولا وفعلا بذراعه النصر قولا وفعلا اكيد يعني اكيد قولا وفعلا لكن ما صار كل ما هذا قلنا الحكام 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 اي فريق يجتهد مو انت انا اتكلم عن الجميع ما صار انت قاعد تعطي مجال حق الناس ان تشكك في يعني بالاتحادات والحكام بالهذا في اللي يصير بالملعب يخليك تشكك مو في اخطاء حكام اللي يصير بالملعب يعني الحين انا ضربتك مثال مساء كنو يا رجل كنو الحين 6 اشهر ما مو قادرين يتخذون القرار في هذا الموضوع. بقول لك شيء في سابقه ترى في سابقه وطولت سنتين ما قطع كلامه سنتين يعني سنتين يعني تنزل اللاعب هذا هو زين بس اقول لك شيء وين السابقه هذه؟ في سابقه من قبل واحد اللاعبين نفس المشكله صارت اهم بالدوري السعودي. لا ما مو صحيح مو صحيح دور لا لا مو صحيح ما تذكر اذا انت ما تعرف ابو عبد الله ولا تذكر والله اذا في سابقه ما تعرفه بس عندكم هني المعدد اللي طلع لا لا ما في ما في هو قاعد يطير وين هذا ما طاير هم اللي صار المشكله كان طاير وتركي ايش تشجع ما تعرف لا صدق والله والله وياك انا هلالي هلالي هذه كلها تكفو هذه لا والله مو ما اسمه خل غير الموضوع. اذا ما عليك امر بس حسين او نور قبل لا اختم الاخوان في علي كاكولي واولاده مقدمين هديه بسيطه لضيوفنا اليوم نشكرهم طبعا اشكر الاخ العزيز الكبير علي كاكولي واولاده ايضا دعمهم لبرنامج الديربي هذه المرة الثانية أيضا اللي كرمون فيها أيضا ضيوفنا أيضا في مسابقة كالعادة تكون موجودة في 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 حسابنا في تويتر أيضا كل شكر لك الله يعطيك العافية العود. هذه طبعا أول شيء لأبو تركي مشكور وهذه لابو علي كثر الله خيركم وهذه حق ضيفنا اليوم ابو عبد العزيز وهذه حق ابو سالم طبعا شكرا للاخوان علي كاكولي كثر الله خيركم انا موجوده هذا ما عليك هذا انا مو يلبس كل الشكر لكم كل الشكر طبعا الاخوان علي كاكولي واولاده دعمهم لنا وتكريمهم لنا ودائما يعني اي فرصه تكون سانحه دائما الحقيقه يكرمون محللينا وكثر الله خيركم كثر الله خيرك يا اخوي علي كاكولي واولاده. كلمه اخيره تحب تقولها ابو عبد العزيز؟ اود اشكركم مشكورين ما قصرتوا ان صورتونا بهالبرنامج وشوف الكباتنا الكبار اللي تشرفت صراحه بشوفتكم والقعده وياكم تشرفنا يا ابو عبد العزيز ما قصرتوا اتمنى كنت خفيف عليكم
على اخوان الجمهور. كفيت ووفيت. كفيت ووفيت وما قصرت وشرفتنا ونورتنا يا ابو العزيز، وان شاء الله نطير معاك برحله من الرحلات القادمه ان شاء الله. هذه مره اخرى اذكر ب اذا افطار وياك عشان نتكلم على الهلال هو بطل بدور ثغره بدور ثغره بالقانون هذا قالوا قولوا قطر. هذه المسابقه دائما خلال وقت البرنامج او خلال شهر رمضان المبارك الاخوان في علي كاكولي ايضا مسابقه يوميه. هني حساب اخونا ابو فواز اللي فاز معانا ايضا في جائزه وكوبون ايضا من علي كاكولي، كل الشكر لهم. شكرا لهايجين، شكرا لمطعم السبعينات. سحورنا اليوم يعني ان شاء الله يكون يرضي اخونا ابو عبد العزيز وضيوفنا الكرام مطعم السبعينات، كثر الله خيركم. ان شاء الله نلتقي معاكم ايضا باكر، عندنا ايضا ضيوف ان شاء الله ثقال سنتحدث عن جانب مهم في رياضتنا وفي ملاعبنا الجانب الامني ان شاء الله مع ضيوفنا اللي راح نتشرف فيهم. نلقاكم ان شاء الله باكر. كل الشكر في الختام لاخونا فايز فليج، محمد كرم، راشد ديح، وضيفنا ايضا اليوم سعود الغملاس كابتن طيار ولاعب نادي جهرة سابقا. نتمنى له ان شاء الله دائما الامن والامان والسلام ان شاء الله، يعود لاهله ولعبد العزيز ان شاء الله ايضا سالما مع اللي معاه بالرحله بالتاكيد من ركاب وطاقم، والله يحفظكم دائما. قبل لا اختم بس عبد العزيز يخاف عليك لما لا لا الحين لا ما يدري شنو الاجواء، ما يعرف طبيعه. لا لا هو عارف طبيعه بس انه ما طار معي للحين فمو عارف. مو عارف. شرفنا ابو عبد العزيز، وزين شفت خليتنا نشوف ابو تركي من زمان مو شايفينه بعد. والله نلقاكم ان شاء الله باكر ان شاء الله. الى اللقاء.